أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يكون العدل بين الأولاد؟ وهل إذا كافأت أحد الأولاد لطاعته لي ولم أعطي بقية إخوانه يكون هذا من الجور؟ نعم، لا تعطي بعضهم وتترك البعض الآخر، ولو كان بعضهم قد أحسن إليك، هذا بر ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. فيلزمك العدل بين الأولاد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولهذا أنكر صلى الله عليه وسلم على الصحابي الذي خص بعض أولاده، قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، يعني لا تعطيه دونهم. نعم.